السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله خوتي خوتاتي غادي نقص معكم هاد الدوزيتي هذا بالفرماج والكراميل، كيجي بنين بزاف وكيعطي كمية مهمة. إن شاء الله ينال إعجابكم وتجربوه بالصحة والراحة، وما نطولش عليكم ندوزو الوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبدة، أنا خدمت ديال بواطا، خدمت بلا بريري، واحد الرشة ديال الملحة، واحد نص كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة. غادي نحتاج واحد الساشي ديال الفلون كراميل، هذا بالسكر انا خديت الكبير. الا خدمتو بالفلون كراميل الصغار اللي بدون سكر غديرو جوج اكياس ديال الفلون كراميل بدون سكر دوك الصغار، وغادي نديرو كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. غادي نحتاج واحد جوج فرماجات، المهم اي نوع عندكم خدمو بيه صافي. وغادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى يوليو عندي على شكل بوماد. اي جربوه راه كيجي بنين بزاف هاد الدوزيتي هذا، وصراحه ما فيهش بزاف ديال المكونات. وهنا غادي نضيف واحد الكاس ديال العنبه مع مرش ديال الزيت النباتيه، يكون ناقص واحد الصباع. المهم عبرت معاكم صافي، وكنخدم المكونات مزيان حتى داك الزيت ينسجم ليا مع باقي المقادير، ما يبقاش يبان ليا في الجناب. وهنا ضفت بيضه كامله تكون بدرجه حراره المطبخ، وواحد العلبه ديال دانون او ياغورت بالنكهه ديال الفاني. صافي كنخدم مزيان بهذا الشكل هذا لمده صافي الخليط حتى يولي عندنا بهذا الشكل هذا. وغادي نبدا نضيف في الدقيق. بالنسبه للقياس اللي خدت لي انا ديال الدقيق، المهم الدقيق يكون نوعيه جيده ديال الحلويات، خدت لي 4 ديال الكيسان ونص العبار دائما بالكاس ديال العنبه. المهم انا هنايا ضفت تقريبا واحد 3 ديال الكيسان هكا في الاول، وكنغربل مباشره فوق القصريه. ضفت 3 الكيسان هما الاولين صافي. غادي نبدا نخدم غير بايدي، نحاولوا ما ندلكوهاش باش ما تطلقش لينا الزيت، غير ندخلو هذاك الدقيق فقط يعني بلا ما ندلكو حتى غتجمع ليا، وعاد غادي نزيد داك الكاس ونص يعني تدريجيا هكا، حيت الدقيق دائما كاين دقيق اللي كيشرب كاين دقيق اللي ما كيشربش. نقدر يعني انا تهز ليا 4 الكيسان ونص، تقدروا نتوما تجربوها تهز لكم 5 الكيسان، تقدر تهز لكم غير 4 الكيسان. المهم دائما الدقيق نضيفوه تدريجيا هكا باش نتحكمو. من الاحسن اننا الا كان عندنا القوام خفيف نزيدو على اننا ندخلو ليه الدقيق بزاف وما عندناش كيفاش نحيدو داك الدقيق اللي دخلنا. المهم دائما يعني نخدمو غير بالعقل غير بشويه. صافي هنا هذا هو النص كاس اللي زدت الاخر، جاتني باقا خفيفه صافي. وغادي ندخل هاد الدقيق هذا اللي زدت هاد نص كاس، المهم المجموع 4 الكيسان ونص. وكما قلت لكم دائما خصنا نحصلوا على واحد القوام اللي يكون رطب، يكون في الوسط، ما يكونش قاصح بزاف اكثر من القياس، ما تكونش يعني العجينه مرخوفه اكثر من القياس. المهم هاك تكون رطيبه، ملي كتهزوا في يدكم تحسوا بها رطبه، ما تحسوش بها قاصحه ولا تحسوا بها ثاني مرخوفه كتلصق، تكون رطيبه هانتوما كما كتشوفوا معايا صافي. انايا هنا عبرت كل حبه درت فيها 25 غرام، لان المرشم هذا اللي عندي ديال المروحه اللي دارج هاد الايام كبير شي شويه صراحه، وهذا القياس هذا كيجي زوين هاد العباره هذا. المهم ضروري نغطيو هكا باش ما تنشفش لينا الحبات ديال هاد الدوزيتي. وهذا هو المرشم اللي عندي، عندي في داك الطبسيل عندي سنيده سكر سنيده صافي. وكنكور هكايا كويره، وكنبسطها واحد شويه بالكف ديال يدي، كندوز لها الوجه ديالها في السكر سنيده، والمرشم حتى هو كندوزو في السكر سنيده صافي. وكنطبع بهذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم واحده اخرى، كنشد هكا حبه وكنشكلها بين يديا، كنكورها ومن بعد كنضغط عليها. ملي كتكور ليا راه كنضغط عليها،
شوفوا القوام ديال العجينه هو هذاك، حيت هذه العجينه هذه كون كانت قاصحه ملي غادي نبدا نكور فيها غتشقق ليا من الجناب، وكون كانت ثاني مرخوفه غادي تلصق ليا في يدي ولا غتلصق في المرشم. القوام هو هذاك صافي. كنشكلوها كنضغط عليها شويه بين يديا، ومن بعد كندوز لها الوجه ديالها في السكر سنيده. المرشم حتى هو ضروري ندوزو في السكر سنيده، والكره كنحطها في الوسط ديال الكف ديال يدي، يعني كترشم ليا بكل سهوله، ما كتلصق ليا لا في المرشم لا والو. صافي وكنكمل بنفس الطريقه، تنكمل الكميه كامله اللي عندي. في هذا الاثناء الفران راه ديجا راه كيسخن. هنا درت هاد اللاطه هذه اللي فرشت ليها الورق ديال ورق الزبده، الا ما توفرش عندكم دهنوا اللاطه بشويه ديال الزيت ورشوها بشويه ديال الدقيق وداك الفائض حيدوه. صافي كندخل اللاطه للفران، عندي فران ديال الغاز شاعل غير من التحت في الرف الوسطاني، النار كتكون مهيله العافيه تحت اللاطه. صافي حتى كتبان ليا التحمر، بدات كتحمر هكا من الجناب ونشفات، وكنأكد النار مهيله باش طيب حتى من الداخل. من بعد هبطوها لتحت العافيه كتكون على وجهها، ودائما النار تكون مهيله حتى كتحمر الطياب ديالها بحال شكل صابلي كتاخذ هذاك اللون الذهبي. صافي وكنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد، وكنزينوها باي تعليكه كتفضلوا اللي بغيتو. انا زينتها غير بهذا الكاناش، هذا كان عندي شيط ديال الشكلاط هو باش زينت. المهم بالنسبه لهذيك الحفره هذيك اللي فيها الشكلاط، قبل ما تدخلوا الحلوى الطيب بركوا عليها شويه بالصبع ديالكم عاد دخلوها وما تستفوهاش. المهم ملي ديروا لها تعليكه ولا ديروا لها بحال انا كاناش، خليوه هذاك الكاناش او التعليكه حتى كتشد عاد باش تستفوها هكا باش تجي مفينيه وتجي زوينه. صافي وكنقدموها بالصحه والراحه، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى هاد الدوزتي هذا ينال اعجابكم وتجربوه بالصحه والراحه، والى عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب. كنقول لكم فيديو جديد باذن الله في امان الله وحفظه. مع السلامه.